Elementary Modern Standard Arabic, Lesson 21, Vocabulary. المفردات انتخاب انتخابات انتخاب انتخابات ولاية ولايات ولاية ولايات الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية شريف شريف تنتخبون تنتخبون جمهورية جمهوريات جمهورية جمهوريات رئيس جمهورية رؤساء جمهوريات رئيس جمهورية رؤساء جمهوريات رئيسي رئيسيون رئيسي رئيسيون يجتمع اجتماع به مع يجتمع اجتماع به مع حزباني حزباني حزب أحزاب حزب أحزاب رئيسيان رئيسيان ينتخب ينتخب مرشحين مرشحين مرشح مرشحون مرشح مرشحون شعب شعوب شعب شعوب أحد إحدى أحد إحدى هذين هذين عام أعوام عام أعوام عقد يعقد عقد عقد يعقد عقد مؤتمرين مؤتمرين ينعقد ينعقد هذان هذان مؤتمران مؤتمران صيف أصياف صيف أصياف تعتبرون تعتبرون أثر تأثير على في أثر تأثير على في Additional vocabulary. اختلف اختلاف مع في اختلف اختلاف مع في
انصرف انصراف انصرف انصراف انتظر انتظار انتظر انتظار Basic text. الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تنتخبون رئيس الجمهورية في أمريكا؟ يجتمع الحزبان الرئيسيان لينتخب مرشحيهما، ثم ينتخب الشعب أحد هذين المرشحين. متى تجري الانتخابات في أمريكا؟ كل 4 أعوام. أين يعقد الحزبان مؤتمريهما؟ في مدينتين كبيرتين. متى ينعقد هذان المؤتمران؟ في الصيف. هل تعتبرون انتخاب الرئيس أمرا هاما؟ نعم، لأن له تأثيرا كبيرا على الحياة في أمريكا وفي كل دول العالم. The basic text will now be repeated in segments with pauses for repetition by the student. الانتخابات الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية كيف تنتخبون؟ كيف تنتخبون رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية في أمريكا؟ في أمريكا؟ يجتمع الحزبان الرئيسيان يجتمع الحزبان الرئيسيان لينتخب مرشحيهما لينتخب مرشحيهما ثم ينتخب الشعب ثم ينتخب الشعب أحد هذين المرشحين أحد هذين المرشحين متى تجري الانتخابات؟ متى تجري الانتخابات في أمريكا؟ في أمريكا كل 4 أعوام. كل 4 أعوام. أين يعقد الحزبان؟ أين يعقد الحزبان؟ مؤتمريهما؟ مؤتمريهما؟ في مدينتين كبيرتين. في مدينتين كبيرتين. متى ينعقد هذان المؤتمران؟ متى ينعقد هذان المؤتمران؟ في الصيف. في الصيف.
هل تعتبرون انتخاب الرئيس؟ هل تعتبرون انتخاب الرئيس أمرا هاما؟ أمرا هاما؟ نعم نعم، لأن له تأثيرا كبيرا، لأن له تأثيرا كبيرا. على الحياة في أمريكا، على الحياة في أمريكا. وفي كل دول العالم، وفي كل دول العالم.
Drills. Drill 1. Page 298. Conjugation. Form 7. Conjugation of the basic sentence meaning, he left after the meeting. انصرف بعد الاجتماع. There are 8 cues. Begin. أنا انصرفت بعد الاجتماع. نحن انصرفنا بعد الاجتماع. هي انصرفت بعد الاجتماع. هم انصرفوا بعد الاجتماع. أنتن انصرفتن بعد الاجتماع. أنت انصرفت بعد الاجتماع. هن انصرفنا بعد الاجتماع. هو انصرف بعد الاجتماع. Part B also has 8 cues. The basic sentence means, my father will leave tomorrow. سينصرف والدي غدا. Now begin. أختي ستنصرف أختي غدا. الأولاد سينصرف الأولاد غدا. الطبيبات ستنصرف الطبيبات غدا. نحن سننصرف غدا. أنتم ستنصرفون غدا. أنت ستنصرفين غدا. أنا سأنصرف غدا. والدي سينصرف والدي غدا.
Drill 2, page 303, Conjugation of Form 8. There are two parts. Part A has seven cues. The basic sentence means, he met with the president yesterday morning. اجتمع مع الرئيس صباح أمس. Now begin. أنا. اجتمعت مع الرئيس صباح أمس. هي. اجتمعت مع الرئيس صباح أمس. أنتم. اجتمعتم مع الرئيس صباح أمس. أنت. اجتمعت مع الرئيس صباح أمس. نحن. اجتمعنا مع الرئيس صباح أمس. هن. اجتمعنا مع الرئيس صباح أمس. هو. اجتمع مع الرئيس صباح أمس. Part B has eight cues. The basic sentence means, he will never rely on anyone else. لن يعتمد على أحد. هي. لن تعتمد على أحد. أنا. لن أعتمد على أحد. أنتم. لن تعتمدوا على أحد. نحن. لن نعتمد على أحد. هن. لن يعتمدن على أحد. هم. لن يعتمدوا على أحد. أنت. لن تعتمدي على أحد. هو. لن يعتمد على أحد. Drill 4, page 303, Transformation from Perfect to Imperfect. The model sentence, the party elected its candidate, becomes, the party elects its candidate.
انتخب الحزب مرشحه. ينتخب الحزب مرشحه. واحد، الطلاب انصرفوا من الصف في المساء. الطلاب ينصرفون من الصف في المساء. اثنان، انعقدت المؤتمرات في الصيف. تنعقد المؤتمرات في الصيف. ثلاثة، انتظرناه في المطعم الجديد. ننتظره في المطعم الجديد. أربعة، اعتمد المصنع على مساعدة الحكومة. يعتمد المصنع على مساعدة الحكومة. خمسة، هل استمعتم إلى المحاضرات كلها؟ هل تستمعون إلى المحاضرات كلها؟ ستة، اعتبرت انتخاب الرئيس أمرا هاما. أعتبر انتخاب الرئيس أمرا هاما. سبعة، انتقلت إلى لبنان هذا الصيف. تنتقل إلى لبنان هذا الصيف. ثمانية، الأستاذات اجتمعن أحيانا مع رئيس الجامعة. الأستاذات يجتمعن أحيانا مع رئيس الجامعة.
Drill 8. Conjugation. Page 308. Dual of verb. This drill has two parts. Part A has 6 items. The model sentence means, the two boys heard the news from a friend. الولدان سمعا الأخبار من صديق. Now proceed. البنتان. البنتان سمعتا الأخبار من صديق. المرأتان. المرأتان سمعتا الأخبار من صديق. هما. هما سمعتا الأخبار من صديق. الرجلان. الرجلان سمعا الأخبار من صديق. أنتما. أنتما سمعتما الأخبار من صديق. الولدان. الولدان سمعا الأخبار من صديق. Part B has 6 items. The model sentence means, the two correspondents will deal with this subject. المراسلان سيتناولان هذا الموضوع. المراسلتان. المراسلتان ستتناولان هذا الموضوع. الكاتبان. الكاتبان سيتناولان هذا الموضوع. أنتما. أنتما ستتناولان هذا الموضوع. هما. هما سيتناولان هذا الموضوع. الأستاذان. الأستاذان سيتناولان هذا الموضوع. المراسلان. المراسلان سيتناولان هذا الموضوع. Drill 9. Page 309. Transformation from singular to dual. Change the items underlined in your book to the dual
making any of the necessary changes. The party elected its candidate becomes the two parties elected their two candidates. الحزب انتخب مرشحه. الحزبان انتخب مرشحيهما. Proceed. واحد. الدولة شاركت في بناء هذا السد. الدولتان شاركتا في بناء هذين السدين. اثنان. الوزير يعين الموظفين في وزارته. الوزيران يعينان الموظفين في وزارتيهما. ثلاثة. الطالب استمع لمحاضرة أستاذه. الطالبان استمعا لمحاضرة أستاذيهما. أربعة. المراسل الأجنبي سيتقدم بطلب للعمل. أربعة. المراسلان الأجنبيان سيتقدمان بطلبين للعمل. خمسة. هذه الجامعة تصدر كتبا هامة كثيرة كل سنة. هاتان الجامعتان تصدران كتبا هامة كثيرة كل سنة. ستة. ينعقد المؤتمر في مدينة كبيرة. ينعقد المؤتمران في مدينتين كبيرتين.
Drill 10, page 310. أحدٌ in إضافة. Repeat the sentence given, inserting أحد before the underlined noun. For example, the men came becomes one of the men came. حضر الرجال حضر أحد الرجال. Now proceed. تحدث إلى الموظفين. تحدث إلى أحد الموظفين. اثنان. ينتخبون المرشحين. ينتخبون أحد المرشحين. ثلاثة. يعملون في المصانع. يعملون في أحد المصانع. أربعة. سيجتمع مع الوزراء. سيجتمع مع أحد الوزراء. خمسة. يدرس في المدارس الخاصة. يدرس في إحدى المدارس الخاصة. ستة. سيعقدان مؤتمريهما في هاتين المدينتين. سيعقدان مؤتمريهما في إحدى هاتين المدينتين. سبعة. ذهبت لزيارة أصدقائي. ذهبت لزيارة أحد أصدقائي. ثمانية. تعجبني هاتان المدينتان. تعجبني إحدى هاتين المدينتين. تسعة. ذهبوا إلى المسارح الجديدة. ذهبوا إلى أحد المسارح الجديدة. End of lesson 21.